صرخات تمرد تتعالى في جميع الميادين المنتفضة، تظاهرات طلابية حاشدة تأكيداً على الثورة المستمرة منذ أشهر والداعية لإسقاط النظام برمته. موجات غضب عارمة وأجواء ثورة عاصفة في محافظة بابل وتحديداً في مدينة الحلة، ويحدد اتجاهها مختلف أطياف الشارع البابلي المنتفض لا سيما الطلاب. مستمرين احنا بالتظاهرات كطلاب، مستمرين الطلبة تظاهراتهم الصباحية، وبالنسبة للمساء فمجتمع خليط بمكونات عديدة، ناس كسبة وعمال ومهندسين وإلى آخره. صوت واحد يصرخ ويقول عازمون على اقتلاعكم، على الرغم من البطش الذي لم يفرق بين المشاركين في الثورة، وحصد ما حصد من ضحايا ولم يستثني النساء، إلا أن ذلك لم يزد من دور المرأة العراقية إلا بريقاً وإصراراً على إكمال الثورة. أنا كطالبة من جامعة بابل كلية الآداب، اليوم جيت حتى أثبت أن صوت المرأة هو ثورة ومو عورة، وإن شاء الله إحنا مستمرين بمسيراتنا كل أسبوع حتى نمثل العراق وبالتالي نمثل جامعتنا. وكلما زاد سياسيو المنطقة الخضراء من القمع الممنهج والمحاصصة الطائفية والمماطلة، تتسع رقعة الغضب الشعبي والاعتصامات التي جدد من خلالها طلاب بابل رفضهم القاطع لمرشح الأحزاب محمد علاوي. محمد توفيق علاوي لأن جاوبته الكتل السياسية أصلاً، هم أجي عن طريق المحاصصة، فإحنا من طلعنا إحنا المحاصصة رد نلغيها. يا أخي كتلتك سياسية، أنت ما رد رئيس وزراء يجين من كتلة سياسية، مرفوض. أما عن الحاكم الجديد للعراق فيقول متظاهرو بابل إن ساحات الثورة هي فقط من تحدد مواصفاته واسمه، الذي لا يجب أن ترتبط حروفه بالمنطقة الخضراء وولائها المطلق للجهات الخارجية. ما جابوا لنا أحد شريف من الساحات بحيث قلبه على الشعب على الوطن، يريد إحنا واحد وطني من ساحات التظاهر، كون ما مزدوج الجنسية، بنريده جنسية وحدة، نريده عراق أصل قلبه ولاء للعراق وللشعب العراقي، مو يجيبوا لي ولا للدول الخارجيه لو لحاشيته وللحزب مالته. وعي شعبي تفجر رغم اساليب القمع الفاشله التي انتهجتها السلطات الحكوميه وميليشياتها، وغذت بها غضب الشارع العراقي المصمم على انهاء حقبه سوداء وعزم فيها الطلاب على شطب حكامها من كتبهم ومستقبل العراق الجديد.